أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام والاتصال في المنطقة يجعل الوصول إلى المعلومة سهلا، لكنه يحمل الجميع مسؤولية مشتركة لتعزيز الوعي بهدف الحفاظ على وحدة المجتمع وترسيخ هويته الوطنية. جاء ذلك لدى رعاية سعادة وزير شؤون الإعلام أعمال الملتقى الثقافي الخامس للملحقين الثقافيين العرب تحت عنوان دور وسائل الإعلام في تطوير أدوات التعليم، بحضور سعادة الشيخ عزام بن مبارك الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين عميد السلك الدبلوماسي، والملحقين الثقافيين العرب في مملكة البحرين، وعدد من الأكاديميين والمهتمين بقطاع الإعلام والاتصال. وأشار سعادة وزير شؤون الإعلام إلى أن عالمنا العربي اليوم أصبح يعج بالقنوات الفضائية التي تحمل أهدافا وتوجهات مختلفة ومتشعبة، إلا أن ما يهتم من تلك القنوات بجانب تطوير التعليم ونشره في المجتمع لا يتعدى 3% من إجمالي القنوات الناطقة باللغة العربية، وهو مؤشر خطير يجب الوقوف عنده ومعالجته بشكل فاعل. وشدد سعادته على أن دخول الإنترنت إلى عالمنا ساهم بشكل كبير في تطوير أدوات التعليم والارتقاء بها في مجالات عدة، مضيفا سعادته أن الإعلام الرسمي له دور كبير في دعم مختلف الجهود الرامية إلى تطوير التعليم بصورة تكاملية مع وسائل التواصل الاجتماعي التي يجب استغلالها بشكل بناء. وأكد سعادة وزير شؤون الإعلام أن مملكة البحرين تمتلك قصة نجاح متميزة فيما يتعلق بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير التعليم وتبنيها في مختلف القطاعات الحكومية، حتى أصبحت البحرين نموذجا عالميا في مجال الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا وتوظيفها بصورة إيجابية بما يعود بالنفع على الوطن وشعبه. بين تربية الإعلام ولبنات التعليم تنشأ الثقافات وتبنى المجتمعات في علاقة وطيدة تتجدد مع كل تطور لأي من وسائل نقل المعرفة والعلم بشتى أشكالها وآثارها، حتى بات الإعلام وما يجد من وسائله يحمل مسؤولية تتثاقل بحجم تأثيره لأن يكون مساهما فاعلا في رفض مسيرة التربية والتعليم. احنا اليوم في ظل دائما نقول الفوضى الإعلامية الموجودة، في حاجة لوعي، في حاجة لمجتمعاتنا الآن تواجه هذه التحديات، المجتمعات العربية وحتى الغربية تواجه هذه التحديات. لذلك وجود وسائل التواصل الاجتماعي ساهم في خلق هذه الفوضى. الوعي جدا مطلوب في هذه الفترة، التحديات تزداد، ولكن متى ما كان هناك وعي راح يكون في سيطرة، راح يكون في حماية لمجتمعاتنا. تفاوت الثقافات المجتمعية والتعليمية مرتهن بتفاوت الأثر للإعلام ومدى التزامه بدوره التوعوي والتثقيفي للجماهير والمجتمعات، وهي المسؤولية المجتمعية المشتركة التي لا تكف أن تكبر وتتشعب مع انتقال مسؤولية النشر من مؤسساتية إلى فردية دون أي من معايير ما يعرف بوسائل التواصل الاجتماعي. الإعلام أكبر مؤثر في التعليم بعد المناهج الدراسية، بل ان احنا في تعريفنا للمناهج الدراسية نعتبر ان الاعلام منهج او اداة من أداة او عنصر يسمونه من عناصر هاي المناهج، بل هو العنصر المؤثر. الهوية الوطنية وحمل مسؤولية الارتقاء بالمجتمع وفق مبادئه الثابتة وقيمه الراسخة جملة من كتاب المسؤولية الإعلامية تجاه المجتمع، والتي بحفظها يتراكم الوعي المجتمعي وتتعادل الواجبات المناطة بكل من شركاء نهضة المجتمع التعليمية والتنموية. وسائل الاتصال والإعلام أصبحت اليوم يعني شيء لا غنى عنه، وكثير من الدول خاصة البحرين يمكن حوالي 81% كما ذكر اليوم من المواطنين البحرينيين أو الذين يعيشون على هذه المملكة
هم أيضا في تواصل اجتماعي عبر هذه الوسائل، وبذلك لا بد من حسن استغلاله من أجل المصلحة التعليمية وغيرها. في ظل إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستغلال هذه الوسائل لتقويض هويتنا وأمننا الوطني والإقليمي حقيقة، وفيما يتعلق بموضوع اليوم الملتقى، برأيي أن المسؤولية مشتركة بين الجميع، خصوصا لإبراز منجزاتنا الوطنية. في البحرين تمتلك حقيقة القصص نجاح مميزة وفي استخدام التكنولوجيا وتطوير التعليم. أبعاد كثيرة يحملها عامل الإعلام في ظل ما يتسم به من سرعة وانتشار، أما طريق المسؤولية المجتمعية نحو النماء والأمان الاجتماعي والعلمي، أو طريق التباعد والتفاوت بين وسائل الفوضى والتشويه، والنتيجة ستقع على عاتق أجيال تلو أجيال. التوعية والتثقيف والتعليم مهام لا تنفصل عن روح العمل الإعلامي الهادف والمحافظ على دوره المحوري بالارتقاء بالمجتمعات والمحافظة على قيمها من خلال نقل المعلومة الصحيحة والمناسبة دون إخلال بمواثيق الشرف وأخلاقيات السلطة الرابعة. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.